مساء الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملكة والأمير. قداسة البابا ثوادروس لأول مرة في دير أبو مقار، ماذا يفعل قداسة البابا ثوادروس؟ البابا ثوادروس دشن البابا ثوادروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صباح اليوم الخميس قدرائية القديس مكاريوس بدير أبو مقار بوادي النطرون، بحضور عدد كبير من المطارنة والأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورهبان الدير، دير أبو مقار. وتعد تلك أول تدشين داخل دير أبو مقار بوادي النطرون الذي يرجع تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي لبطريركية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية منذ عقود من الزمن، وأول مرة للبابا ثوادروس الثاني يدشن فيها قدرائية بالدير. ومنذ مقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار في سنة 2018 على يد اثنين من رهبان الدير، ويتولى البابا ثوادروس الثاني مسؤولية إدارة الدير بجانب عدد من الرهبان، وهو دائم الزيارة للدير بصفة مستمرة. وتأتي عملية تدشين قدرية القديس مكاريوس بدير أبو مقار على هامش منطقة لوجاس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية داخل مصر، التي تجري فعاليته بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون بحضور 200 شاب وفتاة من مختلف إبراشيات القرازة المرقسية في مصر، والذي افتتحت فعاليته يوم الأحد الماضي وتستمر حتى الاثنين المقبل. ويبلغ مساحة دير أبو مقار الإجمالية 11 كيلو متر شاملة المزارع والمباني التابعة، ويحتوي على 7 كنائس وملحق بالدير متحف صغير ومشفى ومحطة لتوليد الكهرباء ومطبعة ومكتبة تضم مخطوطات نادرة، وهناك مساكن للعاملين بالدير من غير الرهبان قدرائية القديس مكاريوس. والقدرائية التي دشنها البابا صباح اليوم بدأت نواتها الأولى عام 360 ميلاديا، وعيد بنوعها في أيام البابا بنيامين البطريرك 38 للكنيسة. ودشنها البابا بدعوة من الشيوخ البرية سنة 655 ميلاديا، ولا زال هيكلها الكبير المعروف بهيكل أنبا مقار بقبته الضخمة قطر 8 متر على طوبة واحدة، ويدعى أيضا باسم هيكل أنبا بنيامين منذ يوم دشنه حتى اليوم، ولكن قبته تساقطت عدة مرات ورممت عدة مرات. والكنيسة الآن لا تحمل من أجزائها الأثرية الأولى سوى هيكل أنبا بنيامين وهيكل يوحنا المعمدان أو مرمولكوس فقط. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم دائما أخباركم بكل ما هو جديد. لكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.